الأمن والسلام لكل من يستخدم الطريق. قف. هيا اسعد اسعد. وأنا. هيا يا أبي. هيا يا أبي. هيا يا أبي. مخاطر كثيرة يتعرض لها الأطفال نتيجة إهمال إجراءات السلامة داخل السيارة. إذا أخرج الأطفال أجسامهم أو رؤوسهم أو أيديهم من النوافذ فإن هذا بالتأكيد يعرضهم لمخاطر كبيرة. لا تسمحوا لهم بذلك من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين. إن ربط حزام الأمان ضرورة تفرضها إجراءات السلامة. افعلوا ذلك من أجل سلامة أطفالكم. إن أهمية حزام الأمان بالنسبة لجميع ركاب السيارة نشاهده من خلال هذه التجربة المختبرية. إن شدة الصدمة التي تتعرض لها السيارة من الأمام تعادل قوتها بين 30 طناً إلى 40 طناً حسب سرعة السيارة، وهذا يعني أن جميع ركاب السيارة معرضون للخطر في حالة الاصطدام إذا لم يضعوا حزام الأمان. إن نسبة 25% من ضحايا الحوادث المرورية كانوا من الأطفال، و100% إذا كانوا داخل السيارة. لذلك كلما كان وضع الأطفال داخل السيارة سليماً قلت حدة الاصطدام. التزموا بسلامة وضع أبنائكم داخل السيارة ولا تفرطوا بهم. ربما يضجر بعض الأطفال من حزام الأمان ولا يطيقونه، لكن مسؤولية الأبوين تكمن في تعويدهم على ربط حزام الأمان والجلوس في مقاعدهم أثناء سير المركبة. الالتزام بتعاليم السلامة دلالة حضارية، فلنلتزم بها جميعا من أجل سلامة أبنائنا. يضع بعض الآباء والأمهات أبناءهم في أحضانهم أثناء قيادة المركبة فيعرضونهم إلى هلاك مؤكد. لا تفعلوا ذلك من أجل سلامتهم. قلنا من الأفضل أن يكون الأطفال في المقاعد الخلفية، ولكن ليس بالصورة التي ترونها. إن هذا المكان في السيارة هو أخطر مكان على الطفل
في حالة اصطدام المركبة من الخلف، وذلك بسبب قربه من الزجاج الخلفي. يترك بعض الآباء أبنائهم داخل المركبة وبداخلها المفتاح وهي تدور. احرصوا على عدم ترك مفتاح السيارة داخلها، ففي ذلك خطورة عليهم. الأمن والسلام لكل من يستخدم الطريق.